هل تأخير الزواج للرجل فيه إثم؟ تأخير الزواج للرجل إذا كان قادرا قدرة مالية وبدنية مخالف لتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. واختلف العلماء رحمهم الله في الشاب الذي له شهوة وقدرة على النكاح هل يأثم بتأخيره أو لا يأثم، فمنهم من قال إنه يأثم لأن الأمر فيه للوجوب وتأخير الواجب محرم، ومنهم من قال إنه لا يأثم لأن الأمر فيه للإرشاد، إلا أن يخاف الزنا بتركه فحينئذ يجب عليه درءا لهذه المفسدة. وعلى كل حال فإن نصيحتي لإخواني الذين أعطاهم الله عز وجل المال وعندهم شهوة أن يتزوجوا، إن كانوا لم يتزوجوا أول مرة فليتزوجوا وليبادروا، وإن كان عندهم زوجات وكانوا محتاجين إلى زوجات أخرى فإنهم يتزوجون، وقد أباح الله لهم أن يتزوجوا أربعا، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الأولاد في الأمة الإسلامية وقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. ولا شك أن تعدد الزوجات سبب لكثرة الأولاد، وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خير هذه الأمة أكثرها نساء. ولكن التعدد جائز أو محمود ومشروع بشرط أن يكون الإنسان قادرا على العدل قدرة بدنية وقدرة مالية، فإن خاف أن لا يعدل فقد قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. نعم.